اصلا شكله مبوظ الدنيا خالص. لا هندل انت الزبون. تمام يا مستر ولي. السلام عليكم، انا عايز العلاجه اللي في الورقه دي. هو ده حضرتك مش بيتصرف غير بروشته الدكتور. ماليش فيه، انا عايزه. هو اصلا مش متوفر في الصيدليه. من فضلك عايز اقيس الضغط. ايوه يا فندم موجود، اتفضل. يعني ايه في الصيدليه الساعة 10 بالليل؟ مش فاهم. الموضوع ده بدأ يعصبني. يا وليد تامر زميلي لسه ما جاش، همشي واسيب الصيدليه يعني؟ اعمل ايه بس؟ اتصرفي. ما تنطقش بره البيت لغايه الساعة 11 بالليل، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. هكلم تامر دلوقتي واستعجله. يلا باي باي. سلام. بكلمك ما ردتيش. انت لسه موجوده في الصيدليه هنا؟ طبعا. طبعا يا ست، ما انت سايبالي عيالك عند الولية المجنونة اللي عندها ست عيال. يا هبة بيكلميني، مش كده؟ مش كده يا هبة؟ والله يا بابا انا لسه في الصيدلية فعلا، هكلمك وانا ماشية. سلام. ازيك يا استاذ منعم؟ خد يا عم اهو، على الله يطمر بس. هيطمر يا صاحبي، هيطمر. عملت لك فيه مصلحة حلوة. هو ده العشم، اقسم بالله. حبيبي. حاجة؟ لا لا، سلام يا ابو. أكيد. سلام حبيبي. سلام. يا جمال! جمال! ايوه يا استاذ منعم. اقفل الباب ده. ايه الاستاذ فاروق فوق؟ بقول لك اقفله بالمفتاح. تمام افتح. والله يا جمال تسمع منعم بقى. ايوه هتسمع الكلام. اقفل الباب ده انا بقوله. اخر مره عملت كده بهدلتني اخر بهدله. لا منعم بيه هو اللي قال كده. الله! ايه يا جمال؟ ايه يا منعم؟ في ايه يا عم انت؟ روح انت يا عم جمال وحش. حاضر. الولية اللي اسمها راوية دي كل يوم والتاني دخلالي بواحد. بص ساعة كام يا عم انت مالك؟ حاططها في دماغك ليه اصلا؟ ده حالك مرات ابوك يعني وخلصنا خلاص. وبعدين بتقول لك خطيبها، عايز ايه؟ خطيبها ايه يا وليد؟ انت مصدق؟ طب اطلع نام عشان صوتك جاي باخر الشارع، الجيران كلهم هيصحوا. يا عم اطلع بقى، نتكلم بكره. ازيك يا استاذ وليد؟ ازيك يا مدام، عامله ايه؟ الحمد لله. هم الولاد صاحيين ولا نايمين؟ ولادي؟ لا ولاد انا. ايه ده؟ هم ولادك لسه عندي؟ المفروض ده اللي اعرفه. هي بقى لسه مكلمها دلوقتي وقالت لي ان هم عندك. يا ربي، واحنا اتعشينا ايه النهارده؟ ده على اساس يعني انت طبختي ولادي لولادك مثلا؟ لا اعوذ بالله. هم فين؟ لا انا بس بفكر، انا حطيت كام طبق؟ 8 ولا 6؟ حضرتك ممكن تخشي تشوفي وان شاء الله تلاقيهم، يا رب تلاقيهم احياء يعني. ان شاء الله اخويا، ان شاء الله. يا رب. الناس دي ظروفها وحشه قوي، وانا بحب اساعد الناس. بقولك ايه؟ تاكلي معايا بقى الكاشو ده. بقولي عشان خاطري. بعدين بقى بكره الجمعه. النهارده ايه؟ بقولك ايه؟ موضوع ان الولاد بيروحوا عند اميمه كل يوم ده مش مريحني خالص. واحده عندها ست عيال يعني هتخلي بالها من عيالنا ازاي؟ مش فاهم. طب اعمل ايه يا وليد؟ امي لو كانت عايشه كنت وديتهم هناك، وابويا مستحيل يقدر عليهم.
انت عارف انا بكلم اميمه كل ربع ساعه لما جننتها. انا كمان خايفه عليهم زيك واكتر. عشان كده لازم نفكر في موضوع تاني كمان. انا كنت ببص على الموبايل بتاعك من شويه ولقيت ارقام رجاله كتير قوي انا ما اعرفهمش. وما تقعديش تقولي لي بقى ده خير ومش خير، الموضوع ده ما يناسبنيش خالص. ايه ده انت ازاي بتبص على موبايلي من باب انك بتفتش ورايا؟ احساس وحش قوي انك بتشك فيا. تحبتي انا مش بشك فيك ولا حاجه، بس احنا في عالم ما يعلم بالله ربنا. انا بخاف عليكي مش اكتر عشان انت على نياتك بس. بس انا كل المكالمات اللي على موبايلي في الخير وحالات انسانيه مش اكتر. معلش قليلي شويه، انا بحبك وغير عليكي، وبعدين انا بلتزم في كل حاجه في كل تصرفاتي، ومتوقع منك انك تعملي نفس الحاجه. ماشي يا وليد، حاضر، هشوف صرفه. ربنا يخليكي ليه. في حاجه بقى ثالثه واخيره عايز اتكلم معاكي فيها. النهارده مستر كامل صاحب المطعم اتكلم معايا وقال لي ان هو هيدخل مني خمره، وانا مرتبي مش قليل وبقى لي سنين كتير قوي شغال في المطعم. بصراحه مش عارف اعمل ايه. تسيب المطعم طبعا. مش بالسهوله دي. ولا بالسهوله ان احنا ناكل ولادنا من فلوس خمره. هسال شيخ. مش محتاجة سؤال على فكرة، هيقول لك حرام. هو احنا هنفتي بقى؟ هنسأل، ايه المشكلة يعني؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعدين احنا لما نقعد من غير أكل وشرب ونشحت، هو ده الحلال يعني؟ أيوة بس ربنا لما يلاقيك مش عايز تعصيه، هيبعت لك شغل أحسن وبسرعة. أنا سبت شغل في نايت كلاب كان جاي لي قبل كده، وقعدت سنة في البيت وحالتنا كانت زي الزفت. وفي الآخر ربنا بعت لك مطعم وبفلوس كويسة جدا. ما تبررش يا وليد، كل ده اختبارات من ربنا، والا كان اي حد مش لاقي شغل يعمل اي حاجه، يسرق يقتل. من بكره تدور على شغل في مطعم تاني يا وليد. سيبيني اسال يا حبيبتي، ولو الموضوع طلع زي ما انت قلتي كده حرام، هعمل اللي انت عايزاه كله. اولا انت مالكش تدي جمال اوامر عكس اللي انا بقولها، ولازم تعرف ان انا ليا في العماره دي زي ما ليك بالظبط. وتفتكر ان ابوك الله يرحمه لما مات كنت لسه على ذمته؟ يعني ليا احترامي. اولا ما تعليش صوتك عليا، ثانيا انا اصلا مش معترف بملكيتك لشبر واحد في العماره دي. حقي هاخده، بس لغايه ما اخد حقي لازم تعيشي هنا باحترامك. انا مش هسمح لحد غريب تاني يدخل العماره دي يا راويه. تقه تقه تقه، تسمح وما تسمحش. طب اقسم بالله لو اتعرضتلي تانيه من لكم مفرجك شغل. تفرجي مين يا راويه؟ تفرجي انا. بس في ايه يا عم انت؟ ما تبص يا عم. اتفضلي انت يا مدام راجل، اتفضلي. شغل حوش. ايه يا عم انت في ايه؟ انت مش عارف حاجه يا عم وليد؟ طب ايه ده، وتعالى نطلع نتكلم عندك فوق شويه. اطلع. استغفر الله العظيم يا رب. انا هقوم اعمل لك الشاي بتاعي. يا عم شاي ايه بس وزفت ايه بخليتك المقلوبه دي؟ انا عايزك تهدى. اهدى ايه يا وليد؟ اهدى ايه؟ انا اتخنقت. انا بس مش عايز اتكلم في اعراض، وخصوصا ان ده عرض ابويا. بص يا وليد، انت لازم تفهم الموضوع ده. هبه فاهم حبه حاجات عنه. اه طبعا، انت وبنت عمك سيركم مع بعض. يا بهزر معاك يالا. وليد الست دي بيني وبينها طار. الست دي هي اللي موتت امي بحسرتها لما لفت على ابويا وخليته يتجوزها وهي من دور عياله، وهي برضو اللي موتت ابويا بحسرته لما عرف انها بتخونه. بقول لك يا منى، موضوع انها بتخونه ده دي حاجه انت شاكك فيها، مش حاجه متاكد منها يعني. وبعدين طالما ابوك قبل ما يموت كتب لها نص العماره، يبقى كان راضي عنها، وانت لازم تحترم ده. كتب لها ايه وراضي عنها ايه يا عم وليد؟ الست دي زورت توقيع ابويا، انا عارف توقيع ابويا. وبعدين يعني ما هو ياما قعد معايا، عمره ما قال انه كتب لها حاجه. هو كان طايقها اصلا. وليد انا هفضل ورا الست دي، يحبسها يقتلها. ايه والله العظيم لا تقلقش. يا عم بطل تقول الكلام ده، انت فاهم؟ ما تقولش الكلام ده تاني. انا عايزك تهدى عشان اقول لك حق بجد تاخده، فاهمني؟ انا ما حدش يمشي كلامه عليا. مش هيجي عيل فاشل تافه زي ده يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. هو لازم يعرف ان انا ليا في البيت ده زي زيه بالظبط. هو الواد ده عارف ان انا هنا دلوقتي؟ ما هو ده اللي حرق دمي. كل ما يلاقيك عندي يقول لي مين اللي طالع ومين اللي نازل. اقول له يا عم ده خطيبي، يقفش برضه. تقوش امه ولا اخته؟ شفت بقى ان انا كان عندي حق من الاول يا بسبوستي لما قلت لك نتجوز عشان نبطل بقى الهري والرغي ده كله. مش هينفع يا فاروق نتجوز دلوقتي، لما اطمن الاول. ماشي براحتك اللي تشوفيه، مع اني اصلا مش لاقي اي داعي انك تلاقي مني. قلت لي انت كنت محبوس في ايه؟ ما قلت لك 100 مره شيكات يا راويه. هو فرح اقول لك حاجه؟ بلاها مني خالص. سلام. يا عم اقعد بقى، اقعد بقى، بلاش قفش بقى، ما تبقاش قفوش كده. اقعد اعمل لك شاي.
ايه ومع رجلك دي؟ هويدا حسين، انا كنت كلمتك عنها. وليد عبد الناصر مدير المطعم. اهلا مستر وليد. اهلا بيه. هويدا عاشت في لندن فتره طويله واشتغلت في بابس كتير، ارجو انكم تتعاونوا مع بعض. اه طبعا نتعاون، بس حضرتك فهمتها يعني ان احنا ان هي تشتغل معانا اسيستنت مانجر؟ مستر وليد، طول ما انت موجود هنا في المكان انت الباص، لما بتبقى مش موجود بكون انا الباص. ما تقلقش، انا فاهمه الجوب ديسكريبشن بتاعتي كويس. لا انا ما كانش قصدي خالص يعني، بس ولو تقصد حتى ايه المشكله؟ احنا زي ما مستر كامل قال هنتعاون مع بعض عشان نخلي المكان ده احسن. اكيد. ممكن بقى تعرفني على الاستاف ونتكلم شويه؟ اه طبعا اتفضلي. تمام. طب انا استاذن بقى. سلام. مع السلامه. مع السلامه. واو، تصدق فعلا الشاي من البراد طعمه احلى كتير من البويلر؟ ده طعم تاني خالص. شو قلت لك؟ انا حريف شاي. انت شاطر قوي على فكره، وده انا لاحظته من طريقه شرحك لسيستم الشغل. برافو. ميرسي. انت اللي حاطط السيستم ده؟ ايوه طبعا. اوكي. عموما السيستم ده كله لازم يتغير. افندم. انا عايزه ابقى صريحه معاك. طريقه الشغل اللي انت شرحتها بشكل بيرفكت قديمة موت، يعني ما بقاش في حد بيشتغل بالطريقة دي دلوقتي. السيستم ده كبير وفي محلات كشري. I'm sorry والله، no offense. اه بس السيستم اللي مش عاجبك ده بيكسب المطعم كتير جدا. بيكسب؟ حلو. بيكسب كده تقريبا نص اللي المفروض المكان يكسبه. بص، أنا لا جاي أتنطط ولا أتمنظر، أنا جاي أشتغل، أفيد وأستفيد. في أفكار جديدة كتيرة قوي، من الواضح إن هي مش موجودة عندك، بس هي موجودة عندي وليا خبرة كبيرة قوي فيها. وبعدين هو إحنا مش اتفقنا إن إحنا نتعاون ولا إيه؟ مش باين. لا هنتعاون وهتبقى مبسوط جدا، وبعد فترة قصيرة مش كبيرة خالص هتيجي تقولي أنا مبسوط قوي يا هويدا إني عرفتك. عارفة يا هبة، أنا بقيت دلوقتي حبيبتي اللي أنام فيه أصعب فيه. ما كانش التلفزيون يلهيني ويزن، عارفة أنسى إن أنا عايش وإن في دنيا حواليا لسه. بس أنت عارفة ليه أنا بزن على إنك أنت تجيلي؟ لأن أنا خايف، خايف في يوم من الأيام ننام. معرفش تزعلي بقى أنت حضرتك علشان ما عرفتيش تشوفيني أو تودعيني قبل ما أروح. ربنا يديك الصحة يا حبيبي وطولة العمر ويخليك ليا. ليه بتفكر بالشكل السلبي ده يا بابا؟ الحمد لله على كل حاجة. ربك والحق. ساعة عمر ما سابتني وقابلت وجه كريم، وأنتي جوزتي، أنا طلعت معاش. وأنا بسأل نفسي كل يوم ليه رب العزة سايبني لغاية دلوقتي في الدنيا؟ ليه؟ بقيت إنسان كده مستهلك للأكسجين وبس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا بابا نظرة التشاؤم اللي أنت بتتكلم بيها دي؟ ده أنا لو في حاجة مطمناني في الدنيا دي كلها هي إن حسك فيها معايا. بقيت نكدي مش كده؟ عادل. قولي إيه؟ إيه أخبار وليد بقى؟ كويس والله. بص يا بابا، أنا مبسوطة إن هو بقى بيعرف ربنا ومخلص جداً ليا. صحيح غيرته هي اللي بتوصل للشك ودي حاجة بتجنني، بس هو ده عيبه الوحيد بس. بص يا هبة، الغيرة عند الراجل شيء مش وحش، بس المهم لو زادت حتة الغيرة دي ممكن يبقى عيب خطير جداً وتبقى أوحش حاجة في الوجود. والله كل عيب بيبقى موجود في حد بيقولوا عليه اوحش عيب. المهم ان انا واثقه فيه ودي احلى حاجه. احساس حلو ان الست تبقى واثقه في جوزها وعارفه انه مش بيخونها ومش بيبص بره. وليد، وليد، انت عندك عربيه؟ يعني مش قوي. ده يعني ايه؟ يعني عندي عربيه بس ركوبتها مش قد كده، على قد حالها يعني. هي متلقحة. اه اوكي.
مش مشكلة خالص، المهم عربيتك دي ينفع توصلني البيت مش كده؟ أيوه طبعا اتفضلي. ثانك يو. أنا بحب الشوارع بالليل قوي. بتبقى هادية. عارف نفسي في إيه جدا؟ نفسي آكل كبدة وسجق. تعرف محل كويس؟ في محلات قريبة من هنا كتير، وفي باب النصر. باب النصر هو ده، خدني بقى باب النصر. أخدك دلوقتي؟ أيوه. أنت مش جعان ولا إيه يا عم؟ يلا بقى يلا. لا بس أنا لازم أروح. ما تقلقش مش هتعزمني، كل واحد هيدفع حسابه لنفسه، يلا بقى. عارف أنا لما جيت هنا كانت إيه ده؟ وأنت ليه مش بترد على تليفونك؟ عشان مش عارف أقول لها إيه. هي مين؟ أنت متجوز؟ يعني من أول ما عرفتك والدبلة في إيدي فأكيد متجوز. واو بجد برافو عليك، برافو إن أنت لابس الدبلة بتاعتك. أنا مش عارفة ليه الرجالة المتجوزة في منهم كتير قوي بيقلعوا الدبلة. هي ممكن تكون اتضايقت إن أنا معاك. لا لا خالص، أنا هرد وأقول لها إن أنا لوحدي. إيه ده أنت هتكذب؟ أيوه هعمل إيه يعني؟ أيوة حبيبتي. إيه يا وليد أنت ما بتردش ليه؟ تاكل سندوتشات بره ليه؟ ما تاكل في البيت. انا لا نفسي حفتني كده على كبده وسجق. اجيب لك معايا؟ لا 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 انا مش قادره، انا هنام اصلا. نامي. طب لا خلاص ماشي، يلا تصبح على خير. ماشي تصبح على خير. طيب تحبي بقى تاكلي في حته قريبه من هنا ولا نروح باب مصر؟ مش بعيد. انت يا استاذ نعم قوم. انت نازل منين في وقت متاخر زي ده؟ بيتهيألي انت عارف كويس قوي نازل منين يعني. لا والله ما عارف، وبعدين يعني انا مش متخيل اصلا ان انت موجود في وقت متاخر زي ده في العماره. اقول لك على حاجه، دي اخر مره اتعدت بالعماره دي، وايه اللي هعمل معاك الغلط؟ انت هتعمل معانا الغلط؟ تحب اوريك؟ وهتوريني كمان؟ يلا ده لو زعقت في وشك يشرخ. يلا انت رافع حاجه؟ لا الحاجات اللي بتترفع دي للي زيك، انا مهندس محترم، مش واحد جاي ينصب على واحده قد امه ها ويقلبها في حبه الفلوس. صدق يالا ان انا غلطان لما دافع عنك مع مسبوسه، والله العظيم ليه حد لك فوق دماغك. في ايه يا فاروق؟ في ايه؟ اتفضلي. نعم. امه اتفضلي، الاستاذ عايز يعمل راجل عليا وجاي يهددني. لا انا راجل عليك وعلى اي حد. لا 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 راجل. بس مش على اي حد. لا على اي حد يا راوية، خصوصا انت. خصوصا انا ليه؟ بأمارة ايه؟ اكلش الست والدتك؟ الحمد لله انك مش الست والدتي. بقول لك ايه؟ دي أمارة ابويا، انا مش هسمح بحد غريب يدخل تاني. ابوك الله يرحمه، الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. كتب لي نص العماره دي بيع وشراء، يعني زيي زيك، انا حره بقى، حد يطلع حد ينزل بكيفي، فاهم يا حبيبي؟ وان كان مش عاجبك اخبط راسك في الحيط. ازاي ده؟ في ايه؟ في يا منعم. بقول لك يا بسبوسه انا همشي بقى عشان الموضوع كده ايه بقى عائلي قوي. اكلمك بالليل. سلام يا دكر. دكر عليك وعلى اي حد. اسكت يا منعم، فهمني في ايه. بقول لك يا سي منعم، انا روحي منك بقى تنقف مناخيري، فاهم؟ ومفيش داعي بقى اوريك الوش التاني. طب اهدي بس يا راوي. بس بقى بلا ده بلا زف. تعالى نقعد نتكلم معاها. اجي فين؟ تعالى. ايوه السنكوتشات يا ملك. الحامي الحران هجيب لك سكالانس اكسلانس. لا شطه ودقه. بقول لك ايه، انت لازم تجرب المخرج، تقول انت مش بتحبه. لا انا ما بحبوش خالص، ما اقدرش اكل والله. على فكره اوعى تفتكر ان انا بحاول اظبطك، الموضوع كله ان انا بحاول الاقي صحاب هنا في مصر، ما عنديش صحاب خالص. ما انا اصلا ما ينفعش اتظبط، لان انا متجوز وبحب مراتي. لا سوري انت كدبت عليها. لا ما كدبتش عليها، انا بحبها فما حبيتش اضايقها فخبيت عنها حاجه، عادي يعني بتحصل. لا بقى معلش، كنت تقدر تيجي تقول لي من الاول خالص هو ده احب جدا يوصل، بس مراتي مش هتحب ده، وانا كنت هحترم الكلام ده جدا، وكنت هشوفك جنتلمان حقيقي. ودلوقتي يعني لا عادي يعني. يلا يا
نكمل الكلام في العربية أحسن. إيه ده؟ أنا شكلي بقى صحيت ضميرك. قفلنا دول. أنا كنت عايز أقول لك على حاجة. النهاردة لما كلمتيني وأنا في العربية أنا ما كنتش لوحدي. كان معايا واحدة ست. أنا سمعت صح؟ أنت بتقول إن كان معاك واحدة ست في العربية؟ مش ست ست يعني. أمال إيه؟ واحدة ست مش واحدة من الشارع، زميلتي في الشغل. أنت عمرك ما قلت لي إنك عندك زميلة في الشغل. ما هي لسه متعينة جديد، لسه متعينة النهاردة. آه والله، وأول ما تتعين كده تركب مع راجل غريب ما تعرفوش العربية من غير أي مقدمات، ويا ترى بقى رحتوا فين؟ ما رحناش في حتة طبعًا. بصي وأنا خارج من الشغل قابلتها، قالت لي لو سمحت ممكن توصلني عشان وقتي متأخر. فبصراحة أحرجت منها وركبت معايا العربية ووصلتها. أيوه أيوه، علشان كده ما ردتش عليا أول ما كلمتك. ما كنتش عارف اقول لك ولا ما اقولكيش بصراحه. اه فقررت بقى تكذب. لا اكذب ايه؟ ما انا اللي معرفك دلوقتي اهو. وبعدين الموقف كان جديد عليا ما عرفتش اقولك ايه. بس انت قلت لي انك رايح تجيب سندوتشات. ايه بقى؟ عزمتها على سندوتشات وقعدتوا تاكلوا سوا؟ لا طبعا روحتها على طول. امال اتاخرت قوي كده ليه؟ عشان هي ما كانتش عايشه في مصر فمش فاكره عنوان بيتها كويس. قعدنا نلف لغايه ما وصلنا وبعد كده رحت اتعشيت في باب النصر. انت كذبت عليا قبل كده يا وليد؟ لا طبعا. طب بص بقى يا وليد، انا قلتها لك قبل كده اني عايزاك تمشي من المطعم ده، ودلوقتي بقولها لك تاني. طالما بقى فيها زميله والزميله دي قشطه عادي ممكن تركب مع اي حد ما تعرفوش، يبقى خلاص مطعم الخان ده علاقتنا بيه انتهت لحد كده. ممكن نتكلم في الموضوع ده الصبح عشان عايز انام. بقول لك ايه، هي حلوه بقى؟ اسمها ايه؟ اسمها هويده. هو في حد اسمه هويده دلوقتي؟ حلوه بقول لك؟ ما اعرفش، انا بركز في تفاصيل الستات. والله ربنا يقوي إيمانك. حرما. جمعا إن شاء الله. وليد أنا هاخد العربية عشان أروح بيها الصيدلية النهاردة. ده ليه؟ عشان لو طلبت مني نوصلها تاني النهاردة ما وصلهاش؟ لا خالص، هو ده لو حصل ما يخوفنيش انا. وبعدين انا قلت لك انا عايزه ايه بخصوص شغلك في المطعم. يلا انا هاخد العربيه عشان متاخره. سلام. عم جمال طلع المفتاح ده لاستاذ وليد وقول له العربيه ما فيهاش بنزين. حاضر. انا مش عايزاكم تركزوا في فكره ازاي اطلع فلوس اكتر من كل كلاينت يدخل. انا كل اللي يهمني انك تكون صادق معي، تديله الادفايس المظبوطه، تحسسه ان انت في صفه. يعني مثلا لو في ايتم معين عندنا ممكن يتعمل له شير بين اتنين، انصحه بده، قول له، حسسه ان انت عايز توفر له. هو لو حس بالثقة والأمان ناحية مطعم الخان عمره ما هيروح أي مكان تاني خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا اتفضلوا. شكرا. صباح الخير. كان في ميتنج ولا ايه؟ كان في. طب هو احنا مش لازم نبقى متفقين ايه اللي بيتقال للستاف وايه لا؟ لازم نتكلم احنا الاثنين يبقى واحد ولا ايه؟ انا اتفقت مع مستر كامل انه انا اللي هليد الستاف، ولكن طبعا السيستم العامل للشغل بالتنسيق معاه. يعني الستاف اللي انا مختاره ومعينه ما بقاش ليه الحق ان انا اتكلم معاه خلاص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا ليك الحق انك تتكلم مع الستاف بتاعك زي ما انت عايز. هقول لك على حاجه، لو مش عايزني اتكلم معاهم انا ممكن ما اتكلمش معاهم خالص، ولو مضايقك وجودي في المكان انا ممكن اسيب المكان وامشي بعد اذنك. هو انت بعتلي امر قضائي بخلاء الشقه؟ يا ابني يا حبيبي، الشقه دي بتاعتي وباسمي،
والعماره دي انت ليك فيها يجي 100 شقه، اشمعنى دي اللي لازق فيها؟ اه ليا 100 بس دي الوحيده اللي اتربيت فيها ويستحيل اسيبها يا روي. لا هتسيبها بقى، هتسيبها بمزاجك او غصب عنك. طب بصي بقى يا طنط راويه، اوعي تفتكري ان انا ضعيف ولا قليل الحيله ولا الواد اللي اسمه فاروق ده هيفرق معايا، انا وقت الجد هبقى واحد تاني خالص. طب اسمع بقى يا نن عين طنط راويه، فاروق اللي مش عاجبك ده هيطلع وينزل على السلم زي ما هو عايز، وان لمحك بعينه هيلقعك علقه موت وهخليه يزحلقك على الدرابزين كمان. هاي حبيبي قلت ايه؟ هوريك يا راويه. على فكره انا هنا اصلا عشان اطور المكان، وعلشان المطعم داخل على مرحله جديده اللي فيها بيقدم الالكم اللي انت مش حاببها ومش عايز تشتغل فيها، مش صح؟ انا اصلا بكتب استقالتي بسببي؟ لا مش بسببك ولا حاجه، كده كده كنت مقرر ان انا اسيب الشغل هنا. وبعد ما انا جيت بقى حسمت الموضوع؟ لا مش بالظبط، يعني شيل نفسك من الموضوع ده خالص. حتى لو قلت لك ان انت اكتر حاجه مشجعاني اكمل في المكان ده برضه هتستقيل؟ ها؟ ازاي يعني؟ ده انا كده ببقى بوسع لك. هو انت ليه متخيل ان انا بدور على مساحه اداره اكبر؟ انا ابسط من كده والله. انا مش فاهم برضه ازاي يعني وجودي مساعدك انك تفضلي في مكان اكتر. انت عارف ايه اكتر حاجه مهمه في اي شغلانه الواحد بيشتغلها؟ الراحه النفسيه، انك تبقى رايح شغلك مبسوط عارف انك هتقابل ناس كويسه مريحه وانت شخص مريح وعينك طيبه وانا سنين كتير قوي نفسي الاقي شخص من النوع بتاعك ده في شغلي. بس انت ما تعرفنيش، يعني مش بقول ان انا وحش يعني، بس برضه يعني بتحكم عليا بدري قوي. وانت كمان ما تعرفنيش، قعدني مع أي حد أنت عارفه وكشفه كويس أوي، قعدني معاه 10 دقايق بس وأنا أقول لك الشخص ده إيه بالظبط، وأنا واثقة إنك هتأمن بيه جدا. ودي فراسة وذكاء بقى ولا خبرة؟ أعتبرها أي حاجة، أنا بعتبرها جفت هدية من عند ربنا، نعمة وعمرها ما قلشت معايا أبدا. وأنا بقول لك إن أنت شخص كويس أوي. يا بخت مراتك بيك. هنتغدى ايه بقى؟ شايفك بتبص عليا. ببص عليكي؟ ممكن اعرف انت بتتكلمي مع الزبائن في ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله ان شغلتنا هنا ان احنا نيجي نتكلم معاهم. اقول لك على حاجه، من مهام اي مدير مطعم ناجح هي البابليك ريليشنز. يا سلام، كل اللي قاعدين حواليك دلوقتي هنعرفهم بس مفيش ولا واحد فيهم صاحبهم. انا ما بقولكش انك تأنتم معاهم يعني، بس على الاقل لازم تحسسهم ان هم اصحابك، هيحبوا مكانك اكتر على فكره. بس برضه هي بيني وبينك يعني الحاجات دي بتبقى قدرات شويه، يعني انا بحس انك كسف او يمكن المدام مش بتحب ان انت تتكلم مع حد ما تعرفوش. لا طبعا مفيش كده. الا قول لي صحيح، هي قالت لك يعني امبارح؟ يعني ما حبيتش اللي حصل قوي. بجد؟ هو ايه اصلا اللي حصل؟ ان انا ركبت معايا واحده العربيه وان انا كدبت عليها مثلا. بص بصراحه هي حكايه انك كدبت عليها دي وحشه قوي. يلا بقى يا خساره. ايه اللي خساره بالظبط؟ لا انا بس كان نفسي ان احنا نبقى اصحاب، بس من الواضح كده ان المدام مش هتوافق على ده ابدا. لا هو كده كده انا وانتي ما ينفعش نبقى اصحاب. هو قراري انا على فكره مش قرارك انت. لا هو لا قراري ولا قرارك، وانت تقدري تقولي كده هو قرار المدام. صدقني هو قراري انا، ولو انا عايزه ان احنا نبقى اصحاب صدقني يعني بأصحاب. تراهم؟
مستنيه حد؟ اه مستنيه اوبر. كويس. طيب كويس، اتفضل انت. عادي يعني ممكن اقف معاكي لغايه ما العربيه تيجي، مفيش مشكله. طب وايه المشكله؟ ما انا واقفه جوه اهو. وطالما انت مش حابب ان احنا نبقى اصحاب يبقى مفيش اي حاجه تستدعي انك تعمل كده. خلي بقى التعامل بينا جوه المطعم وبس. يا ستي حتى لو احنا مش اصحاب بحكم الزماله يعني ممكن اقف استنى معاكي عشان الوقت متاخر. لا ما تخافش عليا، انا بمليون راجل. ممكن انت تتفضل. ما كانش من لازم خالص تتعب نفسك، اكيد يعني كنت هلاقي اي عربيه تانية. احنا قعدنا مستنيين تلت ساعه وما جاتش اي عربيه، اكيد يعني مش هسيبك لوحدك. اوكي. بس اصلي مش عايزه اعمل لك مشاكل يعني. لا ما انا المره دي مش هقول اصلا. بس الستات بصراحه ساعات ما بيفهموش يعني الظروف اللي الواحد ممكن يكون محطوط فيها غصب عنه. دلوقتي مثلا انا مضطر ان انا اوصلك فلازم اعمل كده يعني، مش هسيبك لوحدك يعني. يعني لو كانت اي واحده تانية غيري كنت هتعمل كده برضو؟ متاكد؟ والله انا متاكد منه دلوقتي ان انا موصلك بنفسي ومطمن عليكي. مالك في ايه؟ انا رايحه البيت ابويا بكره، انا والولاد. ليه اللي حصل؟ زي ما سمعت يا وليد. قولي بقى عشيتها فين النهارده كمان؟ كبده وسجق برضه ولا غيرته؟ لا بصراحه انا لا عشيتها ولا اتنقلت، بس اضطريت اني اوصلها النهارده برضه عشان كان عندها مشكله كبيره جدا وكان لازم اوصلها. بجد؟ وصلتها النهارده كمان؟ ده ايه الحلاوه دي؟ انت طيب قوي يا وليد. انت قصدك ايه بطريقه كلامك دي؟ بقول لك ايه؟ انا بكره رايحه لبيت ابويا مش عشان انت وصلتها. ما رايحه ليه؟ لا مش مهم خالص انك تعرف، بس انا دلوقتي بفكر في حاجه تانية. وبفكر كمان اننا نتطلق. نتطلق؟ نتطلق ليه؟ عشان رحت وصلت واحدة زميلتي اوبر كان متأخر عليها ساعة؟ ده ايه الاوفر ده؟ بس بس، انت مش مكسوف من نفسك؟ الصبح انزل عربيتك الاقي بواقي سندوتشات والاقي البون ده، يعني المطعم طلع في الدقي مش في باب النصر. ومن امتى وانت بتاكل سندوتشات مخ؟ بجد شكلك وحش قوي، وانت طول الوقت ده شاكك فيا انا. وما تكلميش ده وما تلبسيش ده، ومين فلان وما تعرفيش فلان، وانا اللي اقول ابويا؟ كفايه ثقتي فيه، ده انا طلعت هبله قوي. بصي بالرغم من اللي انت بتقولي ده كله انا مش شايف ان انا عملت حاجه غلط. انت تشوف اللي تشوفه وتعمل اللي تعمله، وانا كفايه عليا المصايب اللي انا فيها. مصايب ايه تاني؟ انا مش عايزه اشوفك دلوقتي قدامي، لو سمحت سيبني لوحدي. من فضلك اخرج. ممكن اعرف مالك النهارده؟ مالي فيه؟ اولا جاي متاخر، وباين عليك قوي انك متوتر ومتضايق، وكمان ما كلمتنيش. ممكن افهم في ايه؟ لا مفيش، شويه مشاكل في البيت كده. مراتك؟ ايوه. نكديه شويه ها؟ ما تكلميش عنها كده. انا مش بشتمها، بس الستات هنا كلهم كده نكديين. ده على اساس يعني انك من فنزويلا؟ لا ده على اساس ان انا كنت عايشه بره مصر اكتر بكتير ما عشت في مصر، فالحمد لله ان انا ما عنديش مشكله النكد دي. غايدة معلش انا مودي مش حلو النهارده ومش عايزه اتكلم، سوري سامحيني. اوكي براحتك. ايه اللي حصل يا عم جمال؟ الست راوية اتقتلت. ازاي؟ ولاد الحرام قتلوها.
فحص الكاميرات هيسهل لنا العمليه. الله بس تبقى كلها شغاله. اتمنى. بس يا باشا خلي بالك العمارات هنا لازقه مع بعضيها، يعني سهل جدا يحصل تسلل من عماره للتانيه. ماشي، هنمشي مع كل الاحتمالات خطوه خطوه. عايزك بس بسرعه تكشف لي على الواد اللي كان بيتردد عليه ده اللي اسمه فاروق. هيحصل. على فكره ما بدردش مع حد من الجيران، عرفت ان علاقتها زي الزفت بابن جوزها ده اللي اسمه منن، وفي بينهم حوارات وقضايا. ده غير اننا لقينا اوضه القتيله متقلبه. خمس دقايق نخش نبص عليها. انت ما بترديش على طول ليه؟ مش عايزه ارد. في ايه الزن ده؟ زن؟ بكلمك عشان مرات عمك لقاها مقتوله. طيب ايه يا جدعان؟ طيب هنولع اخر السيجاره دي ولا ايه؟ يا جدعان استنوا انزل وبعد كده ولعوا اللي انتوا عايزين. ولعوا في نفسكم حتى. على فكره بقى انت بقيت عيل تقيل قوي. معاك حق والله. اه بجد والله. هو جو الطالب المثالي ده هيكمل معانا للاخر؟ يا عم طالب مثال. استنى استنى. اخنيب. ايه بنت عمتي بتكلمني. ترد يا عم. الو منعم انت فين؟ مع اصحابي. صحابك ايه؟ طب ما تعرفش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يعني ما تعرفش ان راوية اتقتلت؟ ايه؟ ازاي؟ انا يا هبه؟ انت جننتي؟ لا طبعا. لا لا لا، حصل ازاي ده وامتى؟ معرفش معرفش تفاصيل، بس اكيد بيدوروا عليك. بيدوروا عليا انا؟ طب اقفلي اقفلي يا هبه. اقفلي، هستوعب اللي انت قلتيه ده وهرجع اكلمك. كلمني اول ما تعرف اي حاجه. حاضر حاضر، يلا سلام. مالك يا منعم؟ في ايه يا ابني؟ مرات ابويا اتقتلت. اتقتلت؟ اه اتقتلت. انا عايز الواد ده امير، شوف لنا بيروح فين ولا بيتردد على انهي مكان ولا بيقعد في انهي داهيه. يا باشا انا لسه قافل مع مباحث العجوزه وهم عارفين الواد ده كويس وهيجيبوه. في واحد بره يا باشا اسمه عبد المنعم الجندي، تقريبا تبع جريمه القتل بتاعت الست دي. هاته. ده جاي برجله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عمر بيه، انا سمعت ان حضرتك كنت بتسال عني فقلت اجي. صحيح، اتفضل استريح. الله يخليك. البقاء لله يا استاذ منعم. ونعم بالله. بعدين ما انت كان لازم تجي لي. هي اللي توفت دي اي نعم صغيره في السن، بس تبقى في مقام الست الوالده ولا ايه؟ لا الصراحة هو العلاقة بيننا ما كانتش كده. ليه؟ مالها العلاقة؟ الصراحة يعني أنا والله يرحمها يعني كان في خلافات ما بيننا. أنا مقتنع إنها زورت في أوراق ليها دعوة بوالدي وبيها خدت نص العمارة. ده آخر مرة شفتها أنت؟ لا أنا ما شفتهاش النهاردة خالص. طب آخر موقف بينكوا كان إيه وإمتى؟ يومين. من يومين وقفنا انا وهي قدام بعض يعني واتكلمنا حوالين الموضوع ده. انتهى على ايه؟ لا هو كل واحد اتكلم وقال كلمتين وزعقنا حبه وخلاص. بتتهم حد يا استاذ منعم؟ الله اعلم. بس استاذنك يعني هو كان في واحد كده الله يرحمها يعني كانت عارفاه في الوقت الاخير بتاعها اسمه فاروق. فاروق ده حد كده بلطجي وبتاع مشاكل، وانا حضرتك حذرتها كذا مره منه وقلت لها ده بينصب عليكي، فيعني ممكن يكون هو يعني. هاي انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجه تعرفها عن اللي اسمه فاروق. تحت امرك. كويس انك جيت يا استاذ وليد، كده كده كنا عايزين نتكلم معاك كلمتين. انا عايز بس اطمن على منعم الاول. منعم كويس شويه وهيروح، بس فرصة نسمع منك. دخن؟ لا شكرا. احكي لي بقى عن علاقتك بالمرحومة. أنا ماليش بيها أي علاقة. يعني علاقتي بيها محدودة جدا، كل اللي أعرفه عنها أعرفه من مراتي ومن منعم. وأحيانا كنت بشوفها على السلم يعني أسلم عليها صباح الخير مساء الخير كده يعني. تمام. إيه بقى انطباعك عنها؟ عموما. يعني من اللي كنت بسمعه والمشاكل اللي كنت بشوفها مع منعم أحيانا إن هي كانت عصبية شوية. أنا عرفت إن في مشاكل بينها وبين منعم، تعرف إيه عن المشاكل دي؟ اللي عارف اللي بيحكيه منعم واللي بشوفه ساعات بيتخانقوا مع بعض على السلم. بس يعني هي في الآخر مرات أبوه، كده كده في ما بينهم مشاكل كتير يعني. بس في الآخر منعم برضه مهما اتعصب بيطلع وينزل على فشوش، بس هي كانت معروف إن هي طبعها يعني حاد شوية.
تفتكر مين ممكن يكون عمل كده؟ والله ما اعرفش. مساء الخير. مساء النور. رياض عمر شرف. ازيك يا استاذ وليد؟ الحمد لله كويس. استاذ وليد، هو سؤال واحد. اتفضل. جمال منعم فاروق، لو بتميل لحد ان هو عمل الجريمه دي، تميل لمين؟ اكيد اي حد غير منعم. وعم جمال يعني راجل غلبان بيحب فلوس بس ما يعملهاش. فاروق بقى انا ما اعرفش عنه اي حاجه خالص. بس انا عايز اعرف بس، هو منعم هيحصل له حاجه؟ منعم زمانه روح. طيب احنا كنا عايزين الدكتوره هبه عشان نتكلم معاها شويه. هي فين؟ هي عند والدها بقى لها يومين، بس هي ممكن تيجي عادي مش مشكله. تمام. ازاي كل ده بيحصل لك وما تقوليش؟ انت ازاي عرفت اني هنا؟ حنان طبعا اللي كلمتك وقالت لك. هبه، احنا محتاجين لبعض في الوقت ده، وانا اسف عن اي حاجه حصلت مني وضايقتك، ووعدك ان بجد مش هعمل اي حاجه تضايقك تاني. مفيش حاجه تتقال دلوقتي. الدكتوره هبه. اتفضل يا فندم. صدقيني انا ما احبش ان اكون قاسي عليكي، لكن حقيقي الحاله متاخره جدا، وانا مش عايز ادخله في جلسات في علاج كيماوي ولا غيره، لانه بصراحه ما فيش منه فايده، وانا كل اللي هحاول اعمله هو اننا نحجم المرض ونقلل سرعه انتشاره. هو قدامه قد ايه؟ انا مش حابب اقول حاجه زي كده، والامر بيد الله سبحانه وتعالى، بس طبيا هو مش قدامه كتير. أرجوكي بطلي عياط يا هبة، ده أمر ربنا، مفيش في إيدينا حاجة دلوقتي غير إن إحنا ندعي له يبقى أحسن. كنت عايزة أسمع حاجة تانية من الدكتور، كنت عايزاه يقول لي إن في حل وإنه ممكن يبقى كويس ويخف. أنا عايزة أروح لبابا، أنا عايزة بابا يعيش يا وليد، أنا خسرت كل حاجة. إن شاء الله يبقى أحسن، بس أدعي له، وإحنا الفترة الجاية دي إن شاء الله نبقى جنبه أكتر. أرجوك يا وليد، أنا عايزة أروح لبابا دلوقتي، وديني عند بابا يلا. حاضر. وكده كده أصلاً جو العمارة مش حلو اليومين دول، أنا مش عايز ولادك كمان يعرفوا أي حاجة عن اللي بيحصل في البيت. يلا يا وليد. أهو أهو، بص الواد داخل أهو. وجمال شايف أهو. كده تمام جداً. بس بقولك يا باشا، الواد بيولول زي النسوان في الحجز. عايز اعمل مجنون،
لا على نفسه يا باشا. على فكرة الدكتورة هبة موجودة بره، فحابب نعمل معاها ايه؟ لا 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 قابلها انت، انا بالنسبة لي خلاص تمام. طيب حابب ادردش معاها ولا محضر رسمي؟ محضر رسمي يا باشا، احنا قفلنا القضية. تمام يا باشا، استأذنك يا باشا. مش عايز احس اني بكلم في الهوا يا مصطفى. حاضر يا فندم. تمام. معلش والله اخر مرة. هي لفت معايا بس مش أكتر. طب لو سمحت بقى المرة الجاية مش عايزاها تلف معاك خالص. حاضر. مش طريقة دي. بص بقى، مش بروفيشنال ولا ذوق ولا احترام اني اكلمك تكنسل عليا وما ترجعش تتصل بيا تاني. ما ينفعش خالص. اولا انا حر، ثانيا انت مش تعلميني شغلي ولا تعلميني الادب، وتليفوني ده حاجه خاصه جدا. لما تحبي تكلميني في شغلي بعد كده تكلميني من تليفون المطعم مش من تليفونك. انا مش هقبل انك تكلمني بالطريقه دي، ولا هقبل التعامل ده، ومش هقولك زي ما قلت لك قبل كده ان انا هسيب شغلي وامشي. وانا اسفه جدا ان انا كنت عايزه احطك في مكان انت ما تستاهلوش. مستر كامل، انا شايفه ان انا محتاجه معايا يحيى اللي كنت كلمتك عنه قبل كده. لا لا هيفرق معايا جدا. اه خصوصا بقى ان تعاون مستر وليد دلوقتي انا مش شايفه ان هو هيفيد المكان خالص. اه هو جاهز من النهارده، من دلوقتي لو حضرتك حبيت. اوكي باي باي. وهناك مستر وليد هعرفك عليه دلوقتي. انا هقوم اتعرف عليه بنفسي. يلا انرجيتك او انت اتفضل. بس خلي بالك وليد محتاج دخله. ما تقلقش يا مستر كامل، انا بعرف عنده الامور دي كويس قوي. مستر وليد، انا يحيى مندور الاسيستنت الجديد بتاع حضرتك. قول لي ايه رايك فيه؟ يعني لسه بدري ما اتكون راي، هنشوف. طيب بما انك انت الاسيستنت الجديد يعني لازم تبقى عارف ان مفيش اي اوردرز بتتاخد هنا الا عن طريق انا مباشره. ده واضح طبعا صح؟ واضحه جدا يا فندم، وده اللي قالتهولي هويده ان كل تفصيله هنا في المكان لازم تبقى عن طريق حضرتك. بس انا حاسس ان وليد مش هيظبط معاها. وليد واقف هناك متوتر اصلا. هويده قالت لك كده؟ اه طبعا، وقالت لي كمان ان استفيد جدا من الشغل معاك ومن خبرتك. أكيد طبعا. طيب تفضل انت دلوقتي. اسمع بقى يا يحيى، أنا عايزاك تفهم أنت هنا ليه بالظبط. وأنا هنا لسبب تاني غير الشغل ولا إيه؟ لا الشغل طبعا، بس ده بالنسبة لك، بالنسبة لي أنا ليك استخدام تاني خالص. اللي هو إيه بقى؟ الله ما تقلقش قوي كده وتتوتر، فيه إيه؟ دي حاجة هايفة قوي. أهم حاجة محدش يعرف إن إحنا قرايب، دي أهم حاجة عندي. عيب عليكي، هو أنا تلميذ؟ أهم حاجة مرتبي ماشي والدنيا ماشية وأنا عيني الاتنين ليكي. ماشي. أستاذ منعي، أستاذ منعي. عايز إيه يا جماعة؟ أنا عايز أتصرف في الحاجة اللي عندي. وطي صوتك. أنا قلت لك لا، أنت غبي. أنا مش غبي يا أستاذ منعي، وهبقى غبي صحيح لو خربت بيتي بإيديا. أنت يا غبي، أنت هتفهم أحسن مني. أنا اللي أقول إمتى وفين، ها؟ أنا برضو ليا صرفة ومش هستحمل كتير، لا إما أهج من هنا. طب أعمل أي حاجة كده من دماغك يا جمال، وأنا أقسم بالله هندمك ندم عمرك، فهمني؟ حاضر، حاضر يا أستاذ منى. أقعد. حاضر. قرب مني شوية. ليه؟ مش قلنا مفيش أسئلة، قرب. طيب اديني قربت. اضحك بقى بصوت عالي. حبيبي ضحكت زي العبيط. اه فهمت. يا نهارك اسود، هو انت جايباني هنا عشان تبيزي بيا وليد؟ طب وما قلتليش ليه كده من الاول؟ لا ناصح قوي، قرب مني بقى كمان شويه. بس كده هو هيطيرني. مش هيحصل، ولو في حد هيطيرك من المكان ده هيبقى انا، لو ما سمعتش كلامي. قرب بقى وشوشني كده. انتوا الاتنين على المكتب دلوقتي حالا. يلا. اوكي يلا يا يحيى. انتوا في حد مفهمكم انكم جايين هنا عشان تتسايروا ولا حاجه؟
لا يا مستر وليد، ده محدش طلب منك تتكلم. المنظر اللي انا شفته بره ده يعني مش اتنين بيشتغلوا خالص، دول اتنين لسه متجوزين جداد، او على الاقل يعني لسه مخطوبين. والله ده يشرفني. والله دي حاجه تخصك، بس بعد الشغل ممكن كمان تخليه يعمل اكتر من كده، بس هنا انا مش هسمح. صح، انا معاك مستر وليد، عنده حق يا يحيى، نبقى نعمل الحاجات دي بره. ها ايه انا مش فاهم حاجه الصراحه. طيب حاجه تانية يا مستر وليد، يبقى احلق دقنك دي. اتفضل. طيب افندم. انت فعلا في حاجه ما بينك وما بين يحيى؟ وانت مالك؟ اول ما المحضر يجي لك تبعته لي. يا عمر باشا صباح الفل. تعالى يا امير. خير يا باشا؟ انت قريت تقرير الطب الشرعي بتاع راوي؟ لا لسه ما قريتوش. بيقول لك القتيله ماتت مش بسبب الطعن، ماتت بسبب اسفكسيا الخنق بحبل. ده يا باشا اكيد الحبل بتاع الستاره اللي كان ورا الكنبه. طب ما يمكن يا باشا كان عايز يتاكد انها ماتت فطعنها بعد ما خنقها. تمام منطقي، بس برضه بيقول لك ان كان في خربشه ضوافر جامده حوالين الرقبه ما كناش شايفينها بسبب الدم. طب وايه المشكله؟ وانا بحقق مع الواد فاروق كان بيقرا الضوافر، الواد ما عندوش ضوافر، يبقى الخربشه دي جت منين؟ الو؟ ايوه ايوه مين معايا؟ يا سلام، ده انا حتى صوتي مميز جدا. وايده شطور. وايه الرقم اللي انت بتتكلمي منه ده؟ ده رقم يحيى. وليه بتكلميني من رقم يحيى يعني؟ بهزر، ده رقم التاني. قولي بقى، انت زعلان مني؟ لا مش زعلان منك ولا حاجه. زعلان منك ليه؟ لا زعلان، وشكلك غيران كمان. لا عادي. لا بجد غيران بصراحه. اه انا بغير. وتغير ليه؟ قفلت ليه؟ ولا اه فعلا كلمها وانا في بيت ابويا زي الهبله مش دريانه. هبه انت فاهمه الموضوع غلط. والله؟ اه والله. استني بس لما تفهمي الاول. افهم ايه وزفت ايه؟ ما انا سمعت بودني وشفت وشك اللي قلب 100 لون لما لقيتني قدامك. على فكره الموضوع مش صعب قوي يعني. كل الحكايه ان وليد بتاع زمان رجع تاني، او يمكن وليد الجديد عمره ما كان موجود من اساسه. وانت طول الفترة دي ضحك عليا ومفهمني انك بني ادم تاني وانك بقيت كويس جدا وانا زي الهبلة ومصدقة. لا انا اتغيرت، وانت عارفة كويس ان انا اتغيرت على فكرة، بس انت محتاجة تفهم الموضوع صح الاول. لا انا فاهمة كويس قوي، انت رجعت زي الاول يا وليد. يمكن ما كانش في وقت، او ما كانش عندك فرصة ان انت تعمل كده، او ما فيش حاجة تعجبك، او يمكن كان في وانا اللي مش عارفة. اه وانا قاعدة عند بيت ابويا، ابويا اللي بيموت وانت هنا عمال تحب وعمال تغني لعب. لا يا وليد استني بس، انا ما عملتش حاجه. حرام عليك يا وليد. انا ما عملتش حاجه، انا اللي جيت اعترفت لك على فكره ان كان في ست معايا في العربيه، ما حدش جه قال للتاني، وانا اللي جيت لك المستشفى وقلت لك حقك عليا ومش هقعد في حقك تاني. استني لما تفهميني الاول، ما تحكميش عليا بالاول كده. خلاص فهمني، فهمني كنت بتغير على مين وبتغير ليه؟ انا شغلي في حد جايبين الشغل جديد هياخد مني شغلي، هيطردوني. خلاص بسيطه بسيطة. اوعى. حلو قوي بقى الكلام ده، خد كلمها يلا. سمعني هتقول ايه؟ انت ساكت ليه؟ انت لو ما كلمتهاش دلوقتي انا هطلب الطلاق. حاضر هكلمها، بس ممكن بس قبل مش هفهم اي حاجة. كلمها. ايوه انسه وايد، انا حبيت بس اكلمك عشان افهمك انا كنت غيرة من ايه. حضرتك عارفه ان انا بقالي في الشغل ده 4 سنين مش كده؟ اسكت خالص، ما تتكلمش، خليها هي اللي تتكلم. يلا. وانا ما بحبش حد ينط على شغلي. اه انت بتتكلم عن ايه؟ بتكلم حضرتك عن الموظف الجديد اللي اسمه يحيى اللي انتوا لسه معينينه.
اولا هو اكبر مني في السن، تاني حاجه هو واخد نفس الصلاحيات بتاعتي كلها، حتى انت بقيتي المساعده بتاعته، فانا مش عارف بصراحه هو متعين ليه بالظبط. عايز افهم. لو سمحت ما تفهمش الموضوع غلط، مستر يحيى جاي علشان نستفيد من خبراته مش اكتر، لكن مش هيكون صاحب قرار. وبعدين انا ذنبي ايه؟ ذنبك ان حضرتك انت اللي مرشحاه عشان يتوظف. كان مجرد اقتراح يا مستر وليد، ومستر كامل فاجئني انه جابه وعينه، بس مش اكتر. ارجوك، الظلم ده مش كويس خالص. طيب حصل خير يا سعاده، بس طبيعي يعني ان انا ابقى خايف على شغلي وعلى وجودي. عموما انا كلمت حضرتك بس عشان افهم ايه سبب المعامله الغريبه دي. لا لا، معامله غريبه ولا حاجه، انا كنت بتعامل عادي مش مشكله، معامله شغل يعني عادي. مع السلامه. مع السلامه. سمعتي؟ بعملها وحش وكنت غيران على شغلي عشان تعرف اني كنت زمان. أنا أسفة. ما حصلش حاجة. بس ذكية أنا مش كده؟ ذكية بس؟ ده أنت ممثلة عبقرية. أنا نفسي صدقتك. كنت خايف بصراحة أول ما كلمتك، بس كنت عارف إنك هتفهميني. تخاف منها؟ لا، بس مش بحب المشاكل. تحبها يعني؟ أيوه. طيب إيه عيوبها؟ ما عندهاش عيوب. يا سلام، أنت أصلاً ما فكرتش. معقولة يعني أنت مرتاح معاها في كل حاجة كده؟ على فكرة مفيش إنسان في الدنيا ما فيهوش عيوب. صح، بس عيوب الإنسان درجات، وفي عيوب كده من كتر ما هي بسيطة وتافهة عيب الواحد يتكلم فيها. طب والله كويس جدا. مش هتقولي بقى أنت كنت غيران ليه؟ لا، الموضوع ده أقفل عليه خالص. خلينا نركز في شغلنا. طيب أوكي. أقول لك إيه؟ بصراحة كده يعني أنا مشدود ومعجب بتفاصيلك، ضحكتك، طريقة كلامك، وشكلك طبعاً، وكل الحاجات دي مخلياني مش قادر أقاومك. إيه بقى التطور المفاجئ ده؟ لا، ده مش تطور ولا حاجة، تقدري تقولي كده ده استسلام. أوكي، طيب خليني بقى أركز في الشغل. سمعت ان انت بتسال عليا. تحرمش من سعادتك يا باشا. يا باشا بس انا كنت عايز اقول لك. هترحل عن النيابه كمان شويه. عندك حاجه اقولها هناك. يا عمر باشا، مش حلو في حق سيادتك يا باشا انك تودي واحد بريء زي النيابه على انه متهم. يا باشا انا ما قتلتش حد. مش احسن تجيب اللي قتل بجد وتديهم القضيه متسلفنه؟ ورحمه امي يا عمر باشا ما قتلتها ولا اعرف مين اللي عمل كده. على اساس ان اللي قتل بيجي يخبط عليا الصبح يقول لي تمام يا باشا انا قاتل. لا يا باشا ما بيقولش. بس برضه يا باشا مش معناه اللي ما قتلش يقول ان هو قتل ويتشنق وانت. بص يا ابني، انت كنت متواجد وقت تنفيذ الجريمه بالظبط في مكان الحادث، شفناك وانت طالع وما شفناكش وانت نازل. ده معناه انك نطيت من سطح العماره دي لسطح العماره اللي جنبها، فصماتك في كل حته في المكان، ولما جينا نقبض عليك اتدريت مننا وهربت. كل ده وما قتلتهاش يا باشا؟ ورحمه امي ما قتلتها يا باشا، انا رحت لها زي ما بروح لها كل يوم يا باشا. الوقت اللي حصل فيه الجريمه ده اقسم بالله السكان كلهم كانوا موجودين في العماره. مش معنى انت الوحيد اللي هربت مننا. عشان عيل شبهه ومسجل يا باشا. بس قتل ورحمه امي ما قتل يا باشا. انا كل القضايا اللي اتمسكت فيها قضايا نصب على نسوان، بس قتل ما بقتلش. يا ابني اللي انت بتقوله ده مش دليل. كلمتك في التليفون ورحت قعدت معاها زي ما انتم متعودين، بس المره دي ان هي كانت شمال بزياده شويه، قمت مقشطها وقتلها. البيت يا ابني ما فيهوش ولا مليم يا باشا. هسرق ايه بس يا باشا؟ مليم يا باشا؟ انا داخل عيني على اللوكشه كلها يا باشا، العماره، الفلوس اللي في البنك يا باشا. انا عيل اخري اعرف نسوان اقلب منهم شويه فلوس، بس ان انا اقتلها عشان اخد فلوسها؟ ورحمه امي ما قتلتها، ورحمه امي ولا اعرف مين حتى اللي عمل كده يا باشا. ادي يا استاذ سيد العقود اللي فيها توقيع ابويا، اللي اكيد مش شبه التوقيع ده. تمام،
بس ازاي انت جبت العقود دي؟ جبتها وخلاص يا استاذنا. يا استاذ منعم، انت جايب اصل العقود اللي المفروض انها تبقى مع القتيله، ووقعهم في ايدك ده ملوش غير معنى واحد، انك دخلت وخدت العقود دي غصب عنها. يعني مثلا زي العقد انه كاتب الشقه اللي هي فيها باسمها رغم انها مدرجه ضمن الجزء اللي متبع لها. يعني الورق ده في غايه الخطوره بالنسبه لها. قصدك تقول ايه يا متر؟ قصدي اقول ان في قضيه قتل، واذا حد انتبه للمساله دي فده هيشكك فيك، وانا شخصيا ما اقدرش امشي في قضيه فيها شغل. ايوه حبيبتي انا في الشغل. انت فين؟ انا رجعت عند بابا يا وليد، واسف على اللي حصل مني، ما تزعلش. لا يا حبيبتي ولا يهمك، انا عارف ان الموضوع كان سهل يعني ان هو يتفهم غلط، بس ما تلاقيش انا مش زعلان. ماشي يا حبيبتي، هقفل انا دلوقتي بس عشان عندي شغل، هبكلمك تاني. ماشي، باي باي. باي باي. قالوا لي انك عايزني. انت وراك ايه بالليل؟ عايز تعمل حاجه بالليل؟ انا كنت بفكر نخرج نتعشى نتكلم شويه. اي لايك. اتفقنا، بعد اذنك. قلت لحضرتك سعاده الباشا كل اللي انا اعرفه، لان الحق ما ينفعش الواحد يتلخبط فيه. انت قلت في التحيات ان انت اكتشفت الجريمه في حدود الساعه 3. مين اول واحد بلغ؟ انا رحت على شقه الاستاذ منعم وانا بخبط، نسيت ان هو نزل الصبح بدري، وبعدين نزلت الشارع زي المجنون كده، اتصلت بالشرطه على طول. منعم نزل من بيت الساعه كام؟ مش عارف، اصل انا كنت نايم ساعتها. ما انا عرفت ازاي انه نزل. ما انا ما لقيتش العربيه بتاعته واقفه يا سعاده الباشا. في حد تاني غريب دخل او خرج من العماره؟ الاستاذ فاروق، انا شفته هو طالع وما شفتوش هو نازل خالص، وزي ما قلت لحضرتك يعني انا شاكك اللي هو يكون نط من السطوح للعماره اللي جنبينا. وانت نزلت من البيت الساعه كام؟ مش فاكر بالظبط، بس بدري. لا معلش اتعب نفسك شويه وحاول تفتكر معايا. 8 9 حاجه كده. بس تسجيل الكاميرات مش جايب وانت نازل. اه ما انا فاهم حضرتك موضوع الكاميرات ده. هو الكاميرات بيبقى راكب فيها حاجه اسمها دي في ار. الدي في ار ده كان في مشترك عندي بيفصل، يعني كان بيتهز حبه، فانا ما كنتش مركز يعني في الموضوع ده قبل الجريمه، بس بعد الجريمه انا غيرته، فاكيد اكيد يعني انه ساعه ما انا نزلت كان فاصل. وصلت سعادتك؟ وصلت. وصلت يا امير بيه؟ لا وصلت يا باشا. مبروك المشترك. الله يبارك في حضرتك. بس انت متاكده ان وجودنا هنا صح؟ انت شايف ان في مشكله؟ لعلمك بقى انا بيتي امن مكان ليك، وبعدين بره ممكن اي حد يشوفك، وبعدين انت كده كده كنت محتاس مش عارف تروح فين. يا ابني ده انا انقذتك. انا اقصد يعني مفيش حد من الجيران هنا بيتكلم عادي يعني ولا ايه؟ هما مالهم؟ وبعدين هو احنا بنعمل ايه؟ احنا هناكل ونتكلم وبس. اه صح عندك حق. لا قولي لي، اول مره ادخل البيت يعني يبقى مودرن كده والاقي فيه براد شاي ازاي يعني؟ غريبه. اشتريته تاني يوم على طول لما دقت الشاي في مكتبك. انا لما حاجه بتعجبني ما بسيبهاش. قولي بقى ايه سر التطور المفاجئ اللي حصل ده؟ الاول يعني كنت بتقدم رجل وبتاخر التانيه، دلوقتي فجاه قررت انك تهتم وعايز تخرج معايا؟ قدامك ده شاف كتير قوي وعارف كتير قوي، ويمكن تكون شخصيتي اقعد بكتير قوي من اللي باين قدامك. واضح على فكره، ويمكن ده اللي شدني ليك وخليني عايزه اعرفك. شكلك كده كانك عندك حكايه لا انت عايز تقولها ولا عايز الناس تعرفها. لا مش الدرجه دي، انا عامل زي براد الشاي اللي انت جايبه ده، شكله حلو قوي وكول قوي من بره بس من جوه بيغلي. واو انترستنج. أنا قبل ما أتجوز كنت مقضيها سهر وشرب وستات لغاية ما قابلت هبة حبيتها، وساعتها بقى قررت إن أنا هبقى مع هبة بس هفضل وليد زي ما أنا، بس هي طلعت أذكى بكتير من اللي أنا كنت متوقعه. قفشتك؟ ورميت لي الدبلة في وشي.
بابها كان سهل عليا وما سمعش عني كلام لطيف، حتى قالها لي في وشي مره كده وهي مش موجوده، قال لي يا استاذ وليد سمعتك زي الزفت والاطرار. ما اعرفش ايه كان لازم الاستاذ يعني قبل ما يهزقني، بس انا قلت له يعني عمي انا عشت حياتي زي اي شاب في سني، بس دلوقتي انا عايز ابقى مسؤول وبحب هبه وعايز اتجوزها وهتغير. طبعا هو ما اشتراش الكلام ده خالص وقال لها ارفضي، بس هي ما صدقتوش لغايه بقى ما شافت بعينيها ففسخت الخطوبه. بس انا رجعت لها تاني ووعدتها ان انا اتغير. واتغيرت؟ ايوه، وفضلت محافظ على كلامي ليها لحد بقى ما لحد ما اكتشفت ان ما فيهاش كل حاجه انا بحبها. انت كده فهمت كل حاجه يا جمال، ها؟ الموضوع واضح قدامك. ربنا ينصرها يا استاذ منعم. بقول لك ايه؟ قوم افتح الباب. حاضر. عمر بيه؟ خير؟ قلت اجي اقعد معاكوا شويه. اعمل لحضرتك قهوه ولا نجيب ساقع؟ لا لا ملوش لزوم، بس انا بحييك جدا يا استاذ منعم، قد ايه انت انسان متواضع محترم. لا ازاي يا فندم، ده حضرتك يعني في بيتي فلازم اضيفك. لا ما بقصدش كده، قصدي ان انت رغم انك صاحب الملك بس قاعد مع راجل حارس العقار تشربوا شاي. انتوا كنتوا مثلا مع بعض زمان في المدرسه؟ كنتوا بتطلعوا مع بعض في الشارع؟ لا يا فندم، خليني اوضح لحضرتك الموضوع. انا صاحب الملك وجمال شغال في الملك ده، فاكيد يعني لازم يحصل بينا حوارات، نتكلم في امور العماره طبيعي يعني. وبعدين يعني حضرتك استدعيتنا مره تانيه للاسم، فغريبه يعني انك تيجي في وقت زي ده في زياره مفاجاه. وفي حاجه ولا ايه؟ يكون فاروق مثلا طلع براءه؟ تصدق طلع فعلا براءه، ظلمناه، بس انا موجود دلوقتي علشان بدور على القاتل الحقيقي. طب امال كان ليه هربان؟ قول لي يا استاذ منعم، الدي في اقرب ومشترك بيلمس، عايز اشوفه. اه طبعا طبعا، بس بقول لحضرتك ايه، هو حضرتك مثلا شاكك فيا؟ وريني الدي في ار. عند حضرتك تحت التلفزيون. بس ده مشترك قديم. اه ما انا بدلته بس. بس انت قلت انك اشتريت مشترك جديد. ما انا جبت واحد جديد فطلع مش ظابط معايا يعني، فكان عندي واحد قديم اما ركبته ظبط. مش ظابط؟ والجديد عملت فيه ايه؟ رميته. رميته؟ بس تصدق انت ما كنتش قايل انك جبت مشترك جديد، انت فعلا قلت ان غيرت المشترك. بص يا عمر بيه، انا مقدر طبعا ان انت بتدور على القاتل، بس حضرتك ممكن تدور على القاتل في اي حته، ممكن يطلع اي حد ما عدا انا. وانت يا جيمي؟ وانا ايه بس يا باشا، ده انا اغلب من الغل، انا ما اقدرش اقتل قطه هقتل بني ادمه، ده احنا بنكمل عشان النوم يا باشا. حلو قوي يا رجاله، خلينا ان شاء الله قاعده تانية قريب مع بعض، بس من غنى لغايه لما نقعد، مش عايز حد فيكم يسيب القاهره. اشوفكم ان شاء الله قريب، سلام. احنا في مصيبه، روحنا في داهيه، روحنا في داهيه. يا جمال وطي صوتك، هتفضحنا، وطي صوتك. تنزل دلوقتي الاوضه حالا، ها؟ اي حاجه مخبيها احرقها، اخفيها، ولع فيها. انا وديت كل حاجه مخزن شبرا خلاص. طيب طيب، غور دلوقتي وسيبنا نفكر. غور غور. حاضر حاضر. احنا في مصيبه، روحنا في داهيه، روحنا في داهيه. وطي صوتك، هتفضحنا. باشا انا بقول اروح اجيب العيال دي. امير انا مش عايز اجيب حد المره دي الا ما يبقى معايا دليل او اعتراف. يا باشا ما هو لو سمع التسجيل ده هيعترف، مش هيعرف ينكر. ساعتها هيجوا بقى قدام النبي يغيروا كلامهم.
معلش يا باشا انا عايزهم بشلتهم. بكره يا باشا ان شاء الله الصبح تطلع اذن من النيابه بتفتيش بيت جمال، وهناك هنلاقي الشيره حلو، وهما بقى ساعتها هيعترفوا على بعض. اكيد الواد منهم هو اللي خطط وجمال اللي نفذ. هنشوف بكره ان شاء الله نكون مخلصين القضيه. ايوه وايد انا قدام البيت عندك، ادخل عادي ولا ايه؟ ايوه اطلع. بتسال ليه؟ طيب بس يلا. السلام عليكم. الو ايه انت فين يا وليد؟ انا عند دكتور سنان. وده في منطقه ايه؟ في الدقي. دكتور احمد رؤوف. طب خلص وكلم. ماشي اوكي. باي باي. هنزل اشوف في عياده اسنان ولا لا؟ هيطلع فيها يا هبه، انا واثقه انك انت هتطلعي ظلمه. وانا بقولك هيطلع كذاب، انا بس بحب اتاكد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك هو في هنا عياده دكتور سنان؟ دكتور احمد رؤوف. طب بعد اذنك هاخد رقم. اتفضلي تحت امرك. فين بيت جمال؟ ايه ده؟ في ايه؟ معانا اذن تفتيش البيت. تفتيش؟ شوف شغلك. ليه؟ معاكي محمود؟ ايوه معايا. هاتيه. البيت طلع ما فيهوش اي حاجه خالص يا باشا، بس عرفنا ان جمال ليه مخزن في الشارع اللي وراه. انا واخد القوه دلوقتي وطالع على هناك. يا حبيبتي ممكن كفايه نكش بقى؟ قلت لك انك انت ظلمه وطلع فعلا مظلومه في العياده، كفايه بقى. هتشوفي ان انا صح. الو عياده دكتور احمد رؤوف؟ لو سمحت في عندكم استاذ وليد عبد الناصر، هو تقريبا جوه عند الدكتور بس بحاول اكلمه تليفونه غير متاح، ممكن معلش توصلني بيه علشان عايزه اقول له حاجه ضروري. يا فندم الدكتور لسه ما جاش اصلا ومفيش حد هنا. يعني محدش جه ولا حتى طلع سأل؟ لا والله. طيب شكرا. كنت متأكدة انه بيكذب عليا يا حنان، مصدقتش ولا كلمة من اللي قالها. طلع ولا في دكتور ولا في زفت. كنت فاهمة كويس قوي الطريقة اللي كان بيتكلم بيها معاها، اتكلم معاها رسمي قوي علشان يفهمها ان في حد قدامه. طيب وانت ليه حاولت انك ما تحسسوش انك فهمت؟ عشان ما ياخدش باله ويتصرف باهمال. ايوه. طيب بصي يا هبه حبيبتي، ممكن تتكلمي معاه مره تانية؟ يمكن يقول حاجه تريحك. ايوه هعمل كده، لو كدب عليا هطلب الطلاق. ايوه يا بابا. هبه انا تعبان. ايوه يا عمر باشا، جمال دلوقتي قدامنا اصلا. خير يا ام ايمن؟ الحكومه جت وفتشت وطلعوا على المخزن ولقوا حاجات انت مخبيها هناك. امتى ده؟ تمام يا باشا. ما عملتش حاجه والله العظيم، ما عملت حاجه والله العظيم، ما عملت حاجه، ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. متهمك وانت مقبوض عليك وانت بتلم حاجتك، والله اعلم كنت هاجيك على فين، مع العلم ان المستفيد الوحيد من موت راوية هو انت. فسر لنا بقى يا باشا، هنسألك بشكل ودي دلوقتي من قبل ما نفتح محضر.
بس انا بصراحه عندي قناعه ان انت اللي عملت كده. والله ما عملتها، والله العظيم ما عملتها. مين اللي قتلها؟ والله ما قتلتها انا، مالي طيب؟ والله ما قتلتها، والله العظيم انا، والله ما قتلتها. انا اللي عملت كده، انا اللي مشيت يحيى. انت اللي مشيته؟ وانت كنت عينته اساسا عشان تمشيه؟ وانا بديك صلاحيه انت تعين حد وتمشيه من هنا؟ بس انا استمراري في المكان هنا مرتبط بان يحيى ما يكونش موجود. اسمع وليد، انا ما انكرش انك موظف مهم عندي، لكن انت تخطيت حدودك قوي، وهكتفي بما ان دي اول غلطه كبيره ليك عندي انك تعتذر ليحيى وترجعه مع خصم نص شهر، وهنتظر مكالمه من يحيى يقول لي فيها انك اعتذرت له، يا اما في اوبشن تاني تقدم استقالتك. ايه اللي انت عملته ده؟ انت السبب، انت اللي خليتيني اعمل كده. ده اسمه شغل عيال، على الاقل لما تعمل حاجه زي دي تبقى قدها. هتعمل ايه دلوقتي مع يحيى؟ هتكلمه تعتذر له ولا هتسيب شغلك؟ لا هعتذر، بس هاخد حقك. اول مره احس انك خايف قوي كده. سيب ايدي، انت جننت ولا ايه؟ سيب ايدي يا متخلف انت. انا خايف؟ لا لو ردت فيها تاني هتفنك مكانك، انت فاهمة؟ سيب ايدي بقول لك. انت فاكرني من الشارع ولا ايه؟ ولا انا مراتك؟ لو بتعمل كده مع مراتك في البيت فانا مش هي، ولو ايدك دي اتمدد عليا مره تانيه انا هقطعها لك. اتصرفي كده ليه؟ سؤال غريب والله. هو انا مش بعت لك امبارح وقلت لك كلمني ضروري؟ طب ما انا كلمتك والله. وحضرتك جاي تفتكر تكلمني الا بعديها باربع ساعات؟ هو ده معناه انك ما ترديش عليا من امبارح لغايه النهارده؟ انا كلمتك يجي 100 مره. حنان لو ما كانتش قالت لي انت فين كان زمان اتجننت. لا بعد الشر عليك. ويا ترى اسنانك عامله ايه دلوقتي؟ وريني كده. تمام، الدكتور نضفها لي وعمل لي حشو. والله وانت لقيت الدكتور ودخلت له؟ ايوه طبعا. انت بتسالي اسئله غريبه قوي، مالك في ايه؟ هبه منعم. والله ما عرفتها يا هبه، انت عارفاني انا مظلوم. ما تقلقش يا منعم، انا كلمت محامي صاحب بابا وهو جاي دلوقتي. ما تقلقش، انت محتاج حاجه؟ لا عمر بيه، والله العظيم ما قتلتها، والله ما قتلتها. عمر بيه، هو انتوا ليه ماسكين منعم؟ والمفروض ان فاروق هو يا دكتوره. وانا ينفع اقول لك انت ليه كاتبه الدواء ده بدل الدواء ده للمريض؟ كل واحد بيفهم في شغله. لا حضرتك يا مش قصدها، يعني عايز تعرف بس هو موقفه ايه؟ موقفه ايه؟ ده مش شغلي والله، بكلمه خدمة العملاء. تفتكري ما نعمل ايه علاقة بالموضوع ده؟ أكيد لأ. المهم مسكول ايه؟ معرفش. أنا قلت المحامي يكلمني أول ما يخلص تحقيق ويفهمه. أنا لازم أروح المستشفى، من فضلك وديني، لازم أروح لبابا دلوقتي. محتاجة حاجة؟ أنت مش هتطلع تبص على بابا؟ لا أنا لازم أروح البنك، لازم أدفع القسط بتاع القرض. آه لا براحتك. هو إيه اللي براحتي؟ مالك فيه؟ كل ده ومالي؟ أبويا في المستشفى، وابن عمي متهمينه في قضية قتل، وجوزي طلع راجل كذاب. هعوز إيه تاني؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ معلش بقى، أنت عارف وأنا عارفة، والحقيقة مش وقته خالص إن أنا أتكلم في الكلام ده. آخر همي بصراحة. Thank you.
أنا حاسس إن أنا رجعت لنقطة الصفر من تاني. بقيت أستمتع بالخيانة. نفس الإحساس بتاع زمان بالظبط. بقيت حاسس إن كل ست تستحق إن أنا أخونها. وإن أنا أهينها كمان. تعرف يا وليد إيه اللي وصلنا للانتكاسة اللي إحنا فيها دلوقتي دي؟ علاقتك المفاجأة بهوايد. وأنا قلت لك قبل كده إن أي علاقة جديدة هتدخل فيها هتوصلنا للي إحنا فيه ده دلوقتي. مش المفروض انت بتعالجيني من ده؟ انا المفروض بعالجك من مشكلتك القديمه يا وليد. ايوه بس كمان يعني المفروض تعالجيني من ان انا ما ببصش لواحده تانيه غير مراتي. لا دي مش محتاجه دكتور نفساني صدقني، دي محتاجه يبقى عندك ضمير. ضمير؟ وانتوا ليه ما عندكوش ضمير؟ ما كل الستات هي اللي بتختار الرجاله اللي هي عايزاها. الست اللي بتقف على الباب وتختار الراجل اللي هي عايزاه عشان يدخل. طيب بعيدا عن ان انا مش عاجبني خالص الصوره الرخيصه اللي انت بتوصفنا بيها دي، بس يا ريت يا وليد ما تنساش طبيعه العلاقه اللي بينا. انا الدكتوره بتاعتك يا وليد، فيا ريت ما تتكلمش معايا على اني ست من الستات اللي انت على طول شاغل نفسك ازاي تدينها. انا لو كنت كده ما كنتش جيت لك من الاول اصلا. لا يا وليد انت ما كنتش جاي لي عشان تتعالج. على فكره انت عارف انت ليه اخترت تروح لدكتوره مش دكتور؟ عشان تعمل اللي انت بتعمله ده بالظبط، تفضل تتكلم وتشتم وتهين في الستات وتكون قدامك واحده ست بس مضطره تسمعك. انا حاسه ان انت جيت يا وليد عشان ترضي رغبه الانتقام اللي جواك، هي دي الحقيقه للاسف. بس بيتهيألي ان انا كنت فعلا اشتغلت على الموضوع ده معاك وبجد كنت بدات تتحسن. أنا بحبك عشان أنت الوحيدة اللي فاهماني من وسط اللي حواليا كلهم. بس إيه الحل؟ للأسف يا وليد أنا ما عنديش أي حل ولا هعرف أساعدك غير لما أنت اللي تقرر إنك تنهي العلاقة اللي بينك وبين هوايدة وما تشوفهاش تاني خالص خالص يا وليد. مساء الخير. انت هتنامي لوحدك برضه؟ عندك مشكلة في ده؟ اه طبعا عندي مشكلة. انت بقالك تلات ايام ما بتتكلميش معايا وبتنامي لوحدك. حصل ايه عشان كل ده؟ حصل ان في واحدة في حياتك وانت بتكذب عليا يا وليد وبتخوني. مش صح. تقسم بالله انك ما تعرفش حد عليا؟ اقسم بالله ما اعرف حد عليكي. وحياة ولادك انت يا وليد ما تعرفش واحدة عليا؟ انت قصدك ان انا مصاحب واحدة عليكي مثلا؟ امال قصدي ايه؟ ايوه. اقسم بالله ما اعرف. وحياة ولادي ما اعرف حد عليكي. طب لما هو كده كنت فين لما قلت لي انك رايح لدكتور السنان وانت ما رحتش؟ وانت عرفت منين بقى ان شاء الله؟ كنت براقبك يا وليد، شفتك وانت طالع العمارة وخدت رقم العياده وكلمتهم وقالوا لي ان محدش جه والدكتور اصلا ما جاش. هو ده سبب القرف اللي احنا فيه كله؟ شكك فيا ونفسك ورايا طول الوقت. انا بقيت اكدب عليك عشان اريح دماغي. يعني ايه مش فاهمه؟ فهمني. يعني انا رحت عند الدكتور فعلا ووقفت قدام باب العياده عشان كنت فاكر ان مفيش حد جوه، لغايه ما حد خرج فجاه من جوه وقال ان الدكتور هيجي بالليل. فطبعا لو جيت قلت لك كده هتقولي ان انا كداب، فقلت لك كده ورحت عشان اخلص. فاهمه؟ انت اقسمت يا وليد بوحيات ولادك ان انت مش بتخوني. انت مش محتاجه تفكرين بحاجه لسه قايلها من ثلاث دقايق. هبه، الظروف اللي احنا فيها مش تمام، وانت اعصابك تعبانه، وانا فايق اللي مكفيني. خليكي نامي لوحدك النهارده زي ما انت حابه، وانا كمان هنام لوحدي. وبكره نبدا مع بعض صفحه جديده. مش قادرة أصدقك يا وليد. سامحيني، أنا مفيش كلمة قلتها ولا تصرف عملته إلا عشان بحبك. وبجد بجد أنا اتعلقت بيك أوي، مش عارف أكمل من غيرك. كلميني يا ربي ورد عليا. باي. عملت لي بلوك.
أعمله ده. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ما بتردش على التليفون ليه؟ والله انا حره، وبعدين هو انت من كام يوم تمد ايدك عليا وجاي دلوقتي تتصل بيا عادي كده؟ معلش حقك عليا انا اسف. اوكي اتفضل، اعتذارك مقبول، يلا بقى امشي. بس عايز اسالك على حاجه، الراجل اللي انت ركبت معاه امبارح العربيه دوت تعرفيه ولا؟ وانت مالك؟ بقول لك ايه؟ انت لازم تفهم كويس قوي حدود العلاقه اللي كانت بينا، وكمان حدود العلاقه اللي بينا دلوقتي. احنا لا كنا بنحب بعض ولا متصاحبين ولا في بينا اي حاجه. الموضوع كله كان زماله وصداقه بس. انما دلوقتي هتبقى زماله بس. ممكن بس ادخل اتكلم معاكي كلمتين؟ بليز. اتفضل. هو ايه ده، انا حبيتك بجد؟ وبقيت عامل ذنبك وانا مش قادر اشوفك بتبعد عني كده. بص يا وليد، انا قلت لك من الاول انه غلط جدا انك تتعلق بيا. من الاخر كده انا بلعب، انت كنت عاجبني مش هقول لك لا، بس يعني مش لدرجه ان اخد راجل من مراته. بص يا سيدي، انا ممكن اكون غلطانه، مش هعمل فيها ملاك. يمكن انت لو عجبتني لما قربنا من بعض كنت فعلا خدتك منها، بس الحقيقه انه لا، انت فيك حاجه مش طبيعيه، انت عندك مشاكل يا وليد. يعني تتعلقيني بيك وتسيبني فجاه كده؟ علقت ايه وزفت ايه؟ احنا بقالنا فترة قصيرة جدا نعرف بعض، لحقت امتى بقى تتعلق بيا وتحبيني؟ انت اللي علقتيني بيكي وفجأة سبتيني، انا مش عارف ليه. ولا انت كنت عايز تثبتي لنفسك انك ممكن تجيب اي راجل حتى لو كان بيحب مراته؟ اوعى تفتكر ان انا يهمني ان ادافع عن نفسي قدامك، انت نزلت من نظري خلاص، انسى، فاهم؟ انسى، يعني شيل من دماغك خالص فكرة ان احنا ممكن يكون في بينا حاجة. وبيتهيألي بقى كده انت قلت اللي عندك، وكمان سمعت اللي انت عمرك ما كنت تحب تسمعه، وفي الاول والاخر ده بقى اللي عندي. ممكن تمشي؟ أنا عرفتك في نفس الوقت اللي حاولت فيه أقرب من ربنا والتزم، بس أنتوا ستات كده، الخيانة والشر في دمكم، علقتيني وسبتيني زي الكلب، وفي الآخر رحت كلمت كامل عشان تردي من الشغل. ليه بتعملي كده؟ مش فاهم. من فضلك امشي، امشي. أنا همشي، همشي قبل ما أتهور، لأن لو اتهورت هزعلك أوي. ايه الموضوع يا باشا؟ انا بقالي كام يوم شغال على قضيه رب، وعرفت ان كان في خط باسمها كان محطوط في عده ايفون واتقفل ليله الحادثه. النهارده التليفون ده اتفتح. عارف اتفتح فين؟ فين؟ في عماره رب، وانا بقول لك هنلاقيه في شقه وليد. اتفضل يا باشا، ده تقرير عن وليد. الاب قتل الام علشان سمعتها السيئه، والاب انتحر جوه السجن. انت متخيل شخص زي وليد مر بالظروف دي كلها هيطلع انسان سوي؟ أكيد لا. يلا بينا نتحرك. يلا يا باشا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا عمر بيه. خير يا فندم. أنا جاي هنا عشان الموبايل الأيفون اللي ضرب. بس أنا معرفش ده رقم مين. وليد جوزك فين؟ مش عارفة، بس أكيد في الشغل. وليد اترفض من الشغل. يظهر إن حضرتك ما تعرفيش حاجات كتير قوي. عامة أنا هحتاج تيجي معانا القسم عشان نتكلم شوية. ومعنا إذن بتفتيش البيت. أنا
انت عارف التليفون ده بتاع مين؟ حضرتك جايبني هنا عشان التليفون ده؟ انا جايبك هنا علشان انت متهم بقتل راوية محمد السباعي. والاتهام ده بقى على اساس ايه بالظبط؟ تنكر انا كنت على علاقه غير شرعيه بيها؟ لا ما انكرش. واحده واحده بقى عليا كده وبالتفصيل، هنبتدي نحكي من الاول. في شقة في العمارة عندنا فاضية، الراجل اللي كان ساكن فيها مات وجوزي بيفكر يأجر الشقة دي، إيه رأيك؟ بس أجيب فلوسها منين دي؟ أكيد غالية أوي. أنت مالك أنت؟ أنا اللي هدفع. العمارة هنا من سنين طويلة وكلها عائلات، أنا بصراحة ما كنتش ناوي أجر الشقة لشاب عازم، لكن أدبك وأخلاقك هما اللي مخليني مش قادر أرفض طلبك ولا أكسر مخاطرك. طب نقرا الفاتحة بقى؟ نقرا الفاتحة. هتيجي انت ولا جيلك؟ انا نفسي اعرف ليه يا حبيبتي بتحب تصورينا طول الوقت؟ بحب اصور كل الوقت الحلو اللي بيني وبينك، عشان لما ابقى قاعدة لوحدي افتكر كل الوقت الحلو ده. انت ايه حكايتك بقى مع الست هبة دي؟ مالها هبة؟ تفكرني هبلة ولا عبيطة ولا ايه؟ ايه النظرات اللي كانت بينك وبينها على الفطار في اخر يوم رمضان دي؟ أنا غلطانة إن خليت حمدان يعزمك يوم. أنت في حاجة بينك وبينها؟ أوفي أنا هتجوزها. هتجوزها؟ آه هتجوزها. ببساطة كده بتقولها هتجوزها؟ آه ببساطة كده، زي ما أنت متجوزة برضو ببساطة كده، إيه المشكلة يعني؟ ولا هو حلال عليك وحرام عليا؟ بس أنا لما عرفتك كنت متجوزة، مش عرفتك وحبيتك وبقيت كل حياتي، وفي الآخر بقولك أنا هروح أتجوز واحد تاني. أنا قلت لك اتطلقي 100 مرة، بس أنت اللي عينك من ورث الراجل. طب وأنا؟ هتسيبني؟ لا طبعا مش هسيبك، انا بحبك زي ما احنا ونفضل زي ما احنا. يعني من الاخر كده بقى انت لعبت بيا واستغليتني. انا ما استغلتش حد. مش معقوله يعني جوزك يموت من هنا تطلبوا مني ان انا اطلق مراتي؟ ست طيبه ما عملتش معايا اي حاجه. عامل معاها كده ليه؟ خلاص نتجوز انا وانت في السر فتره وبعد كده نبقى نقول لها. عمرها ما هتوافق. وانا كمان لا يمكن اقبل بده. طب اقسم بالله يا وليد، اقسم بالله لو ما نفذت اللي انا عايزاه لاكون منقدمك وعرفت عليك ست سيده. اعملي اللي انت عايزاه. بقول لك ايه يا رولا؟ ابعدي عني خالص، ما تقفيش في طريقي في الاخر. وبعد كده هي بقت مع فاروق وانا ارتحت، بس رجعت تاني تقول لي ان هي مش قادره تنساني، وفضلت مصممه ترجعني لغايه يوم الحادثه. كمل. وبعدين؟ وبعدين فضلت تتصل بيا وتهددني ان هي تقول لي هبه. وليد. نعم. عاوزاك. حاضر. ادخل. يلا. عايز ايه يا راجل؟ وليد انت عارف ان انا بحبك، وعارف ان انا بتعذب كل يوم بسببك، وفاروق ده ملوش اي قيمه ولا اي لازمه. انا حاولت مليون مره مليون مره اشيلك من دماغي ومعرفتش. انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ نرجع، ومش نرجع زي الاول، نتجوز. وانا وعدك ان اللي انت عايزه. انت عايز زفت ايه؟ اللي بتقوليه ده مش هيحصل حتى لو استمتعت بقى اتغيرت، انت فاهمه؟ راوية مش هنيجي من دماغك. احسن لك واحسن لك. مش هشيلك من دماغي يا وليد، والا اقسم بالله العظيم لا اكون قايله لمراتك واهلها على كل حاجه. مفيش حد فيهم بيصدقك. تليفوني القديم عليه كل حاجه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ صور وفيديوهات ومسجات اوريها لمراتك كلها، ومش كده وبس، انا كمان هعرفها ان انت صاحب فكره تزوير الامضه وضرب العقول. ولما خفت من الفضيحة قتلتها. Thank you.
وديت سلاح الجريمه فين يا وليد؟ صدقني هي تستحق القتل بجد، وانا ما انكرش ان انا كنت خارج من عندها وانا ناوي ان انا اروح اقتلها، بس والله ما قتلتها، والله ما قتلتها. الكلام ده تبقى تقوله بقى بكره ان شاء الله في النيابه وبعديها في المحكمه. والله ما قتلتها، كنت ناوي اعمل كده بس ما قتلتهاش. ليه يا بابا عايز تاخده بذنب اهله؟ هو ذنبه ايه؟ هو انسان كويس حبيبتي. هو ملوش ذنب في حاجه، لكن الله يسامحها بقى امه بقى، هي اللي ورثته عرض. انا ما اضمنش تربيه ست زي دي تطلع راجل شكله ايه، خاصه ان الراجل ده ممكن يبقى ابو ولادك، لانه وارد جدا ان ولاده يتحملوا نتيجه الخطا ده ويدفعوا الثمن. عشان كده انا مش عايزك تتجوزيه، لاني خايف لا اشوفك في يوم من الايام واقفه قدامي وندمانه على الغلط ده. بابا انا هتحمل مسؤوليه اختياري. قررت المحكمة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء. كل ثانية بتمر بتقربني من الموت، مفيش بإيدي غير إن أدعي ربنا يسامحني ويغفر لي. يا رب تسامحيني يا هبة، آسف إني ما كنتش قد ثقتك فيا، أنا عشت عمري كله اللي جوايا غير اللي باين عليا. ربنا يسامحني ويسامح كل شخص وصلني اللي أنا فيه دلوقتي. أنا اتظلمت من أقرب الناس ليا، أمي وأبوي. ما قتلتش حد، أنا مظلوم والله العظيم مظلوم. وليد استنى هنا بكلمك. طب أقسم بجلال الله لو ما رجعت لأكون مكلمة مراتك وحاكية لعيلتك وفضحاك قدام عيالك. خليته بني ادم، وانت جيتي كده واتجوزتيه على الجاهز كده تحت ايجار الشقه اللي انت قاعده فيها دي، انا اللي بدفعها. انت عارفه انه خايف يتجوزني لانه خايف منك. بس انا خلاص اتخنقت، وعليا وعلى اعدائي. انت ايه البجاحه والسفاله اللي بتتكلمي بيها دي؟ اسمعي يا بنت، انت بتتكلمي معايا تتكلمي عدل، وتعرفي انت بتتكلمي مع مين. راويه اغلى حاجه عندي، ووليد ملك راويه بتاعي، يعني هتجوزه هيرجعلي، يعني هيرجعلي. وإلا هندمك على أغلى حاجة في حياتك. أغلى حاجة في حياتي ولادي يا روية. إلا ولادي يا روية يبقى خافي عليهم. أنا عندي فيديوهات على تليفوني بيني وبين أبوهم. لو ولادك الحلوين دول وزمايلهم في المدرسة شافوا بابي مع صاحبته وهي في حضنه، بتهيألي هيبقى شكلك وحش قوي انت وولادك. تحبي تتفرجي على الفيديوهات دي؟ اسكتي، ولادي جوه ومش عايزة اسمعهم الفضايح دي. خلينا نتفاهم ونتفق، سبقيني على شقتك وانا هجيلك. ولادي يا روي، إلا ولادي يا روي يبقى خافي عليهم. كنت قاعدة معاها بغلي، وكنتش قادرة استوعب بجاحتها والجبروت اللي بتكلمني بيه. كنت شايفاها في صورة وحش مش بني آدم. إحساس كبير بالخوف اتمكن مني، خوف على ولادي من ست ما عندهاش قلب ولا ضمير.
كل ضعنة كنت بحس إني بحمي ولادي وما سبتهاش إلا وهي قطع النفس. مش ندمان على اللي عملته. أما وليد فعمره ما كان مخلص، عاش عمره كله خاين، وهو اللي وصلنا لكل ده.